تخيل لو قمت الصبح لقيت ابو الهول مناخيره كيوت وعينيه ضيقه. زغرت يا مديحه، الصين بتعمل ابو الهول. سمعتي عن فكره ابو الهول الصيني اللي بدا الصين في اجراءات بنائه عندهم فعلا؟ والله انا يعني سمعت بس ما صدقتش طبعا، لان ما فيش حد يقدر يعمل ابو الهول زي مصر. يعني ابو الهول مصر غير اي ابو الهول تاني، ولا ده نوع تاني يعني غير اللي هنا؟ لا ما سمعناش عنه حاجه. لا لا والله ما سمعتش والله على ابو الهول الصيني ده خالص. انا عارف ابو الهول المصري. احنا اللي ادينا لهم الفرصه دي بان احنا بنشتري المنتجات المقلده بتاعتهم. بالنسبه لموضوع الفرص دوت، فاحنا في كل الدول بقت تاخد علينا فرص دلوقتي، حتى اثيوبيا بقت تاخد علينا فرص. كله بيدينا على قفانا. بالظبط كده. ممكن لانه كل حاجه في مصر دلوقتي صيني، يعني كل حاجه صينية، عربيات، منتجات، اكل، لبس، كله بقى صيني. هل شايف ان احنا نلجا للقانون الدولي عشان الصين تلتزم بنفس الشكل بتاع ابو الهول المصري، ولا نتصرف ازاي؟ لو لجانا للقانون الدولي زي ما حضرتك بتقولي، هو نمنع ان هم يعملوا حاجه زي كده اصلا؟ ممكن، بس حضرتك يعني هتقول لهم ايه؟ هم عايزين يصنعوا حاجه في بلدهم. ممكن. تفتكر طيب نقضيهم في المحاكم الدوليه لو عملوا ابو الهول مش شبه ابو الهول بتاعنا؟ عشان حتى يعني هم كمان ممكن يعملوه ويسموه ابو الهول الصيني، فتخيل بقى كمان حتى هياخدوا منا حقوق الملكيه الفكريه بتاعت ابو الهول بتاعنا. اه نحاكمهم. نعمل ايه؟ المحاكمات الدوليه. ما لهمش ان هم يبنوا اصلا. ليه ليه ليه؟ ايه الهدف يعني من كده؟ عشان مثلا مصر ما فيهاش استقرار اليومين دول مثلا، فهم عايزين ياخدوا كل حاجه عندهم. وبعدين هم الصين هيعملوا اكتر من اللي هم بيعملوه يعني؟ ده ناس يعملوا بني ادم بقى. ما هم كده كده هيعملوه، فانا اطالب على الاقل بان هو يبقى يلتزم بالمواصفات بتاعت ابو الهول بتاعنا. هو اثيوبيا تبني السد النهضه وهو كده كده هيعملوه، والصين تعمل ابو الهول وبرضه كده كده هيعملوه. خلاص يعملوه بقى طالما احنا مش عارفين نديرها بقى. ممكن يعملوه شكله عامل ازاي لو عملوه عندهم بمزاجهم؟ ممكن يبقى ايه شبههم، بحيث ان هو يبقى ابو الهول الصيني يعني شبههم هم، مش شبههم ابو الهول بتاعنا. اكيد بنفس الشكل المصري وبنفس مناخيره المكسوره كمان. اللي هو يبقى شكله عامل ازاي؟ زي الاراجوز، ما يتخيرش كتير. بيضحك مثلا. تبقى عينيه ضيقه والشكل الطبيعي يعني. المناخير هيبقى شكلها عامل ازاي؟ المناخير اللي هي الطبيعيه. هيعملوا له تجميل لمناخير ابو الهول. ممكن، بس مش هيقعد، هيتكسر بسرعه. ليه بقى؟ عشان صيني. تفتكر هم ابو الهول بتاعهم هيبقى مثلا عينيه ضيقه؟ قولي ممكن. هيقلبوا الايه. ايه بقى؟ هيبقى جسم حيوان و وش بني ادم. طب ما احنا عندنا كده. نوجه لهم رساله مثلا، نقول لهم ان هم ينحتونا. هم كده بينحتونا. ينحتني بس بلاش تفحتني قوي يعني. ممكن نوجه لهم الرساله دي؟ اقول لهم ينحتونا بس مش قوي كده يعني. هم ينحتونا بس مش للدرجات دي يعني، ما تنحتنيش وتفحتني. صح. هل الفترة الجاية مثلا نمنع السياح خالص ان هم يخشوا المناطق الاثرية ويصوروا عشان ما يكررش الفكرة في اماكن تانية بقى؟ المانيا تعمل لها ابو الهول وامريكا تعمل لها، عشان ما يقلدوش تصوير. ما انت لو منعت ايه؟ ما نمنع السياحة. بس احنا ممكن نمنع السائح الصيني مثلا من ان هو يصور عشان ما يروحش هناك يقلد. هو يعني هيتعب لما يجيبها من على النت. نمنع السياحة من مصر لحد ما تتظبط في الامن والامان. احنا اللي ادينا الفرصة دي للصينيين ان هم يقلدوا ابو الهول، لان احنا بنشتري كل حاجة مقلدة منهم. بالظبط كده، احنا ادينا للدنيا كلها الفرصة ان هم يجي يشوفوا الحاجة هنا ويطلعوا يقلدوها بره. انا بقول لهم ان هم ما يقدروش ان هم يقلدونا، وحتى لو عملوا ابو الهول الصيني عمره ما هيكون زي ابو الهول بتاع مصر، ولا هيعرفوا يعملوه اصلا يعني. حتى لو عملوه مش هيبقى زي ابو الهول بتاع مصر، ده شغل فراعنة لكن ده شغل صيني يعني، عمره في فرق طبعا. تفتكري ايه الاضرار اللي ممكن تحصل في ابو الهول الصيني؟ يعني مثلا يعني ايه الحاجات اللي هم ممكن عمرهم ما يعرفوا يقلدونا فيها؟ ممكن يكون قابل للكسر، او مش يعني الشكل بتاعه مش هيبقى زي ابو الهول بتاعنا يعني، هيبقى في فرق كبير جدا. تفتكر ان احنا ممكن مثلا الجهاز المخابراتي بتاعنا نبعته مثلا يعمل زي يفجر حاجه، او يشوف يعني نشوف ممكن نتصرف ازاي بشكل مخابراتي ان احنا ناثر على المشروع ده عشان ما يتمش اصلا؟ احنا ممكن نجيب يعني الاساس في اللي هو في الفكره، مؤسس الفكره هو، ونعمل فيه ايه؟ يتحاكم عادي يعني. احنا لما شجعناهم واشترينا المنتجات المقلده بتاعتهم، هم طمعوا بقى في يعني، عارف اللي هو اديله دراع يطمع في كتفي. اه هو بالظبط اللي حضرتك بتقوليه دوت. هم ناقصين يعملوا بني ادم مصري مكان البني ادم المصري. تفتكر في يوم من الايام ممكن نوصل للخطوه دي؟ والله ما عارف، الايام سودة. تفتكر ان ممكن بعد ابو الهول ياخدوا مننا الاهرامات ويقلدوا الفكره بتاعتها ويعملوا معبد ابو سمبل الصيني؟ اكيد طبعا. ما هو اللي خلاه عمل ابو الهول يعمل اي حاجه تانية. ممكن ياخدوا جنينه الحيوانات عندنا ويعملوها عندهم. مش بعيد. لا البلد كلها بقت شايله حاجتين، موبايلات وسلاح.
طبعا حضرتك عارف ان السلاح دلوقتي بقى منتشر في مصر اكتر من التكاتك، ففي مستثمر طرح فكره ان هو يطرح مول، يعمل مول كامل للسلاح، والمول ده بيبقى بيساعد الناس ان هي كمان ترخص السلاح. فالفكره دلوقتي هم يمنحوا الترخيص سنه ولا 3 سنين؟ طيب على العموم، طيب الترخيص ده نازل للحكومه، هتبقى فيه رعايه عن الحكومه كده؟ برعايه الحكومه. طيب ما هيبقى في مشاكل كمان جامده جدا اذا كان هي دلوقتي، فاهم، من غير اي تصريح ولا من غير اي حاجه، في مشاكل الدنيا والاخره. والله انا بقول سنه واحده بس، عشان ما يبقاش كل شاب دلوقتي معاه فلوس يروح يشتري سلاح، اي حد يكلمه روح من غير ما تفهم ولا حاجه روح يطخه. هو حضرتك احنا نعرف الاول ان السلاح ده ينفع نضرب بيه لو في وقت خطر ولا ما ينفعش؟ لا سلاح شغال مش في جيبي كده وخلاص، لازم نعرف ان هو السلاح ده ممكن استعمله او لا. لا المفروض 3 سنين. ليه بقى؟ عشان حتى اللي بيرخص واحد بندق الطبان ده مثلا هو حاجه تقعد معاه 3 سنين في الترخيص. هل شايف ان الترخيص هيمنح فرصه للمواطن المصري ان هو يتعامل بامان وشفافيه وان هو يطلع سلاحه في اي وقت من غير ما يخاف؟ لا طبعا، احنا عندنا هنا صعبه جدا ان احنا نشيل سلاح، صعبه جدا في الايام اللي احنا فيها. ما هو يبقى انا معايا سلاح مرخص اطلعه براحتي بقى، مشاكل هتكتر. يعملوا قسم تجارب، يعني قسم تجرب فيه السلاح اللي انت هتاخده قبل ما تطلع من المول، ولا شايف ايه؟ لا طبعا يعملوا لنا قسم ندرب فيه السلاح عشان نضمن برضك ان السلاح سليم ونعرف كده عشان الضرر وكده. هل شايف ان فكره الشفافيه وان انت ترخص السلاح وتبقى شايل السلاح بتاعك في امان وماشي في كل مكان معاك سلاحك ومحدش بيقول لك انت رايح فين، هل ده بيدي مزيد من الطمانينه اللي انت تشيل السلاح وانت ماشي في كل مكان مفيش خوف؟ لا هو والله السلاح في حد ذاته هو حاجه صعبه وخطر، ممكن الناس تستخدمه على في الشر وممكن الناس تستخدمه في الخير. بس انت عارف ان احنا في بلد عوق دلوقتي والدنيا كلها عوق، فلازم كل واحد يبقى معاه سلاحه. ولازم الحته اللي احنا نستلم منها السلاح هي ان نرخص فيها وهي نعمل فيها كل حاجه، المول جوه المول، ولازم يدونا الامر باللي يطلع علينا نضربه ما ناخدش فيه يوم في سجن. هتبقى حكايه فاشله من الاخر. ده انا عاوز مثلا يبقى معايا سلاح، البلد اللي من دول مش في استقرار، فلما اكون مرخص طبعا ده انا امشي بيها، انا راجل سواق بمشي على الخط، لما تكون معايا طبعا ده هبقى ماشي مستريح. نمضي اقرار ان هو لا يستخدم الا في الحالات الصعبه وغير كده للتهويش فقط. طبعا طبعا، عشان بعد كده ما يبقاش ان احنا نزلنا حاجات سلبيه في المجتمع. يعني انت عاوز تاخد اقرار جوه المول ان هو بيبيع لك السلاح ان انت لو ضربت بيه حد ما يديكش يوم سجن فيه؟ اه طبعا المفروض، امال هو بيعمل السلاح ده ليه؟ عشان احمي بيه نفسي. تفتكر ان هم مثلا في المول ده يعملوا قسم للاسلحه المستعمله تبقى مثلا في متناول المواطن البسيط؟ عامه انا ما ينفعش عشان في ناس بتحميني، اللي هي الشرطه، هي فين؟ مش موجود. المفروض طبعا يبقى للكل، لو هيبقى مش للغني بس وللفقير، لا لازم يبقى للغني والفقير. عدلها يا رب. لازم يبقى السلاح المستعمل بسعر رخيص شويه. تحب السعر يبقى كام؟ المفروض طبعا يبدا من 200 جنيه المسدس، والرشاش كل ما يروح هيزيد يعني شويه، مش بالدرجه عاليه، لا يبقى حاجه على قدينا كده. الرينج بتاعه يعني في حدود كام؟ 400 500 من 1000 لحد 3. شايف ان السعر كده غالي على المواطن البسيط؟ ممكن يخفض لنا السعر شويه. لو بنت حضرتك طلعت الرشاش مثلا، كانت راكبه عربيه طلعت رشاش، ما هو بمجرد ما هيشوف الرشاش مش هيقرب منها؟ لا رشاش جامد قوي، قولي حتى مسدس صغنن كده يعني في مستوى البنت اللي هي الكلاسيك. خلينا في المسدس احسن عشان انا راكب عربيه. تفتكري ما ان هم ينزلوا مثلا للبنات الوان مثلا زي البينك ومش عارفه ايه عشان برضو يبقى شكله كويس في الشنطه؟ طبعا طبعا، ما بقاش تقيل، يبقى خفيف كده، نوعيه خفيفه. البنات عايزه الاحمر والاخضر وكده يعني. لو الاسره فيها مثلا كذا راجل او كذا بنت، انت عندك كذا بنت او كذا ولد وبرضو محتاجين يشيلوا اسلحه، هل تفضل ان المول ينزل عرض مثلا ان انت كل ما تشتري واحد تاخد عليه واحد مجانا؟ والله يعني ما اقدرش اقول ان ينزل واحده مجانا، لا هو كل واحد بالمسدس بتاعه خلاص، فواحد وعليه عرض واحد بس كفايه. هي الفكره مش نافع اساسا. هو طلع سلاحه، انت تطلع سلاحك والاسرع. الاسرع. لو مهند طلب ايدك هتطلبي منه مهر كام؟ ممكن 100,000 دولار او كده، معرفش. هو مين اللي المفروض يعني احنا اللي ندفع له ولا هو اللي يدفع لنا بقى؟ لا طبعا هو هيدفع لنا. هلا اذا طلب ايدي انا مرحبا، فما بس يعني ما بنكسر بخاطره، بنشوف اي طلبات اي شيء، بس اذا طلب ايدي ماني موافقه. رفض الموضوع؟ اكيد طبعا. ده على ايام انا ولا على ايامكم؟ احنا نشتغل دلوقتي بالنسبه للعصر اللي احنا فيه. يعني انا ساعتها بصراحه ربنا الشبكه بتاعتي كانت ب 1200. مش هوافق اصلا. مش هوافق اصلا. ليه بقى؟ عشان مش مصري.
يعني انت مقرره ان انت تتجوزي واحد مصري؟ اتجوز واحد مصري لكني يعيش حياه بس مصري بلدي. لو فعلا اتجوزتيه هتغيري عليه ممكن تقعديه من الشغل؟ طبعا هقعده من الشغل، هسيبه مصر ما دام بيحبني خلاص، هبقى واثقه ان هو هيفضل كويس يعني. اكيد طبعا. لا ده مهنه، انا غير لي يعني. وعادي المعجبات اللي حواليه، كل البنات الموزز اللي حواليه، اهم حاجه هو يعني اشوف هو يعاملني ازاي يعني، لو يعاملني كما يرضي الله كزوجه يعني، يعني ويتقل الله فيا خلاص. اشتغل محاسب بقى ولا اشتغل ايه؟ لا محاسب كويس. ايوه سباك. او ممكن مخرج. يشتغل ورا الكاميرا بس مش قدام الكاميرا. ايوه طبعا. احنا كل ده كنا بنهزر، مفيش حاجه اسمها اول هلوسين والله. طب ماشي. ينفع نزيع؟ لا ينفع تزيع. زيع عادي. وبعدين ولا اي حاجه، احنا كنا بنهزر. مفيش راي للشعب؟ مفيش راي للشعب. ينفع نزيع؟ زيع ينفع. احنا كل ده كنا بنهزر. احسن حاجه. بذمتك ينفع الاسره كلها تمشي باسلحه كده؟ يا ريت. زيع اتفضلي. زيع عادي. بس ليه؟ والله العظيم بنهزر. مش كلام جد والله. زيع عادي. ممكن نزيع الكلام ده؟ ممكن تزيعه. زيعي. اي اكيد. زيع. اوكي زعيق.